نختتم أخبارنا بهذا الخبر المنوع، حيث تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوضاً جديداً للحيوانات البحرية يجرى بناؤه على جزيرة روسكي بأقصى شرقي روسيا. من المتوقع أن يصبح المجمع العلمي التعليمي في جزيرة روسكي واحداً من أكبر الأحواض من هذا النوع في العالم، ستبلغ مساحته 30,000 متر مربع، وسيحتضن نحو 18,000 حيوان من 500 نوع من مختلف بحار العالم ومحيطاته. وإلى هنا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية، نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في رعاية الله وأمنه.